نيجي بعد كده للنصوص. بيجي 3 نصوص في الامتحان، 1 إجباري و2 اختياري. دايما اللي بيجي إجباري اللي هو بيبقى النثر، يعني الآية القرآنية أو الحديث. السؤال الأول الإجباري، أجب عن من نص العمل حياة. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. السؤال رقم ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى كلمة أوبي يا ترى؟ رددي ولا تحدثي ولا فكري؟ طبعا رددي، رددي التسبيح وراءه. عكس كلمة آتينا، آتينا أساسا معناها أعطينا، يبقى عكسها أخذنا ولا استولينا ولا رددنا؟ طبعا أخذنا. السؤال رقم ب، بما كرم الله عز وجل نبيه داود عليه السلام، وما العمل الذي كان يعمله؟ من خلال الآيات اللي قدامك هيبان ربنا أكرم نبيه داود بإيه. ربنا أكرمه بنعم كتيرة، النبوة والكتاب، نزل عليه كتاب سماوي وكان نبي، أمر الجبال والطير بترديد التسبيح وراءه وكان صوته جميل جدا، وجعل الحديد لينا كالعجين في يده ليصنع منه الدروع. مش لازم الحديد يدخل في النار والكلام ده، بس الكلام ده بالنسبة لسيدنا داود. طبعا العمل الذي كان يعمله كان حدادا، كان يعمل حدادا. السؤال رقم جيم، ما الجمال في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا؟ طبعا اسلوب مؤكد باللام وقد، وتعبير يدل على قدرة الله وتكريمه لنبيه داود، والضمير نا يفيد التعظيم لله عز وجل. السؤال الأخير بالنسبة لنص العمل حياة، السؤال رقم دال، اكتب مما حفظت طبعا الآية القرآنية اللي بتساوي ما يدل على ان الأعمال التي كان الجن يعملونها لسيدنا سليمان. هو النص كله 4 آيات، هو كاتب لك آيتين، يبقى هو أكيد الآية اللي هو عايزها من الآيتين التانيين. هو هنا قصده الآية الأخيرة اللي هي بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. الفيديو الجاي هنتناول النصين الاختياريين ان شاء الله. مع السلامة.